أهلا بكم مشاهدينا. بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر مستجدات مؤتمر برلين الذي تعتزم ألمانيا إطلاقه الشهر المقبل في محاولة لحل الأزمة في البلاد. اللقاء يأتي بينما تستمر آلة حفتر العسكرية بدك مدينة طرابلس في محاولة لفرض أمر واقع يتجاوز أي إمكانية لحل الأزمة الليبية بشكل سياسي. حفتر وسلاحه الوفير، وهذا جيشه الذي يفرخ جبهات القتال ولا يكسب معاركه المستمرة على أبواب طرابلس. صانع الحرب يبحث فرص السلام مع غسان سلامة، وحربه مع الخصوم تسفك الدماء، تشيع الموت وتزرع الدمار. أنا أعتقد أن هذا الأمر عادي. في آخر لقاء جمعه مع المبعوث الأممي يتشائم رجل الحرب، لا يرى سلاما في ليبيا، لن تنجح أي عملية سياسية قبل أن ينزع سلاح الميليشيات والقضاء على المجموعات الإرهابية، هكذا أبلغ حفتر مبعوث السلام الأممي. من معقله في بنغازي يرفع حفتر شعار مكافحة الجماعات الإرهابية، حرب وظفها إيديولوجيا، كسب بها ود الغرب وبعض العرب فلم ينقطع عنه دعمهم ولا سلاحهم، لكن خصومته الحقيقية ليست مع الجماعات الإرهابية. عين اللواء المتقاعد الفار من جيش القذافي على السلطة في طرابلس، على مستقبل البلاد، وبالنسبة له لا جيش إلا جيشه في ليبيا. ليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها حفتر مبعوث السلام الأممي، والصورة عند الغاضبين في طرابلس باتت واضحة. غسان سلامة ليس جادا في تحقيق السلام. حكومة الوفاق تتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب، تهدده بالمحاكم الدولية، تواجه هجومه منذ أشهر. عسكريا بعملية بركان الغضب، ودبلوماسيا راسلت مجلس الأمن مرارا، ناشدت الدول المتهمة بدعم حفتر بالتوقف عن ذلك. وحفتر لا يتوقف، يواصل القتال حيث بات رقما صعبا في معادلة الحرب والسلام في ليبيا. معنا من طرابلس إسماعيل السنوسي الكاتب السياسي. سيد السنوسي، كلام حفتر أنه لا حل إلا بتفكيك المجموعات الإرهابية والقضاء عليها ونزع سلاحها، هل ينسف مؤتمر برلين حتى قبل أن ينعقد؟ تحية لكم طيبة. طبعا هو ربما هذه الكلمة بالذات بين قوسين نضعها، يقولها للاستهلاك المحلي وكذلك لكي يظهر في ليبيا أنه لا زال يملك زمام المبادرة في طرابلس، ولكن واقع الحال يقول بأن فشل حفتر طيلة 8 أشهر في اقتحام طرابلس هذا أجبره وأجبر أيضا المجتمع الدولي في واقع الأمر بأن يأخذ يعني زمام الأمر في ليبيا في عن طريق مؤتمر برلين المزمع لكي يجمع الأطراف الدولية التي تدعم سواء حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا أو تدعم القوات المتمردة عليها ليقودها حفتر في كل هذه الدول ستجتمع في برلين من أجل ماذا؟ من أجل احتواء الموقف في ليبيا، نظرا لأن الأمر في ليبيا أصبح يشكل الصراع في ليبيا العسكري أصبح يشكل خطر على الأمن والسلم الدوليين، وكذلك فيما يتعلق بحلقة الوصل بين ليبيا والعالم وهي قطاع النفط والغاز، وكذلك الملف المهم جدا جدا في ليبيا والذي تنتبه له كثير من دول العالم وهو ملف الإرهاب. هذه كلها الملفات خطيرة جدا وهي تتأثر بالهجوم على طرابلس الذي يقوده حفتر حاليا، والذي في واقع الأمر كما ذكرت لك تجمد على أسوار طرابلس وأصبح عبارة عن محاولات مستمرة فاشلة. إذن تعتقد سيد السنوسي أن حفتر وراء أبواب مغلقة قد يكون موافقا ربما على هذا المؤتمر، وربما نشهد وقفا قريبا لإطلاق النار، والآن تتتالى الدعوات لذلك؟ نعم، هو الآن بدل من اللغة الأولى التي كان يتكلم بها الناطق الرسمي باسمه والتي تتحدث عن حسم عسكري فقط هو المتوفر لديهم، الآن أصبح يطرح رؤية سياسية، دستور وانتخابات وغير ذلك، لكي يظهر للمؤتمر الدولي في برلين بأنه طرف سياسي وأنه يعني يسعى إلى حل سياسي، وهذا طبعا أعتقد أنه أمر إن كان سيتحقق في مستقبلا فقد أجبر عليه حفتر إجبارا باعتبار أن
المقاومة العنيفة جدا التي وجدها في طرابلس، والفشل في اقتحام العاصمة، بل فقدان المدينة التي كانت تمثل قيادة عملياته في المنطقة الغربية وهي مدينة غريان. بكل تأكيد يعني نتكلم هنا عن فشل المغامرة العسكرية، وبالتالي ليس أمام حفتر أساسا إلا أن يحاول الانخراط في عملية سياسية مفترضة. ماذا عن حكومة الوفاق سيد أسنوسي؟ هل هي أيضا تعول على مؤتمر برلين، أم هذا المؤتمر سيكون محطة أخرى على طريق طويل أمام حل الأزمة الليبية؟ أكون واضح معك جدا بأن قوات الوفاق وحكومة الوفاق مصدومة من موقف المجتمع الدولي، وأصبحت تعتمد على نفسها أكثر فأكثر وعلى حلفائها الدوليين، ويعني لم تعد يعني تكترت كثيرا بهذه المؤتمرات. ولكن طبعا تعلم بأن هذا المؤتمر برلين ربما الإعداد له عبر دولة مثل ألمانيا، والتي من البداية قالت بأنه لن يكون هناك مؤتمر برلين إلا باتفاق بين الأطراف على حل سياسي في ليبيا. فإذا عقد هذا المؤتمر ليتأكد الجميع بأن هناك حل سيتم التوقيع عليه ويتم يعني إخراجه على شكل قرارات من مجلس الأمن وتنفيذ والإشراف على تنفيذ ذلك في ليبيا، هذا الأمر هو الذي ربما يجعل هذا مؤتمر برلين ذو أهمية. ولكن أؤكد لك بأن حكومة الوفاق والقوات التي تقود حكومة الوفاق، الجيش والقوات المساندة لها، لا تعتمد كثيرا على كل هذه المعطيات الدولية، أصبحت تعتمد على وضع داخل يتطلب مقاومة المشروع العسكري الذي يقوده حفتر، وعدم السماح للدول التي تقف خلف حفتر بأن تفرض حكما عسكريا في ليبيا. شكرا جزيلا إسماعيل السنوسي الكاتب الصحفي في طرابلس.